لكم حلقة جديدة من أجي تلعب. متجر تطبيقات أب ستور مليء بالألعاب، فهو يحتوي على أكثر من 783,269 لعبة. من بين هذه الألعاب كاينة قائمة ألعاب بسيطة ومعقدة وذات أحجام هائلة، وأخرى صغيرة كيصعب اختيار الأفضل من بينها. ولكن نظرا لانتشار مجتمع أبل ومستخدمي نظام iOS، هناك مجموعة من أفضل ألعاب الآيفون والآيباد واللي اتفق العديد من المستخدمين حول جمالها، وحصلت على العديد من العروض والمراجعات والتقييمات الرائعة، وبعد التحميل يفوق مئات الآلاف بل ويصل بعض المرات للملايين في بعض الألعاب. ألعاب الآيفون تتفوق على الأندرويد بشكل كبير في الجرافيك والوضوح وسرعة الاستجابة، ومطوري ألعاب الآيفون يقومون بشغل أكثر من رائع لتوفير ألعاب بسيطة ورائعة. لهذا احنا في هذا الكاونداون غنعرض لكم أفضل ألعاب الفيديو على نظام iOS. كاونداون كيطلع لكم في أسبوع جديد مع أفضل ألعاب على أجهزة آيفون وآيباد لما كتحتاج أنترنت واللي كتحظى باهتمام هواة ألعاب الفيديو عبر العالم. لعبة ألتوز أوديسي كتيح صور مذهلة وشخصيات جديدة، وهي مناسبة للأطفال من جميع الأعمار. اللعبة فازت بالعديد من الجوائز منذ إصدارها، من ضمنها جائزة أبل لتصميم. اللعبة تدور حول ألتو اللي كيستمتع مع أصدقائه بالتزلج على الرمال، ويمكن للاعبين استكشاف مجموعة متنوعة من المواقع وجميعها مصورة بشكل متميز. لعبة الأطفال تون بلاست لعبة لطيفة وجذابة بصرياً، وهي مشوقة بما يكفي ليستمتع بها الكبار أيضاً. اللعبة يمكن مزامنتها بين الهاتف والجهاز اللوحي، وهي لعبة ألغاز ممتعة ويمكن من خلالها تحقيق أهداف متنوعة والوصول إلى مستويات متعددة. تو فور تو لعبة عبارة عن مزيج بين حل ألغاز والاستراتيجية بشكل كيجعل اللعبة أكثر تشويق مما قد يبدو في الوهلة الأولى. هي لعبة سهلة وكتوفر خيار شيق مجاني لهواة ألعاب الألغاز والاستراتيجية، وفي اللعبة يجب توصيل أكبر عدد ممكن من النقاط اللي كتحمل الأرقام نفسها عبر نفاذ الحركات. لعبة هابي مونستر كتميز برسوم متحركة لطيفة للغاية. لعبة سهلة التعلم بشكل كيجعلها مناسبة للأطفال وكذلك مشوقة للكبار أيضا. لعبة مجانية ويمكن للاعبين تطوير المجمع التجاري مع استمرارهم في اللعب. هابي مونستر متوفرة على الآيفون في أي وقت دون الاتصال بالإنترنت ودون الحاجة إلى استخدام بيانات. لعبة بيبر اي او 2 كتميز بواجهة سهلة الاستخدام ومليئة بتحديات، وكذا عناصر التحكم في الرسم اللي تحسنت منذ الإصدار الأصلي للعبة. بيبر اي او 2 مجانية وممتعة، يمكن لك لعبها دون الاتصال بالإنترنت بحيث يجري إنشاء خصومك في اللعبة باستخدام الذكاء الاصطناعي. لعبة Old Man's Journey كتمتاز بمناظر طبيعية مذهلة وألغاز مصممة يدوياً مع موسيقى تصويرية رائعة بقدر تصميمها. اللعبة سعرها تقريباً 5 دولارات، وهي لعبة ألغاز تدور حول الحياة العاطفية. كتحتوي اللعبة على صور جميلة وفازت بجائزة أبل لتصميم وجائزة الألعاب العاطفية الفرنسية.
لعبة سابوي سيرفرز شهيرة وسهلة اللعب بسبب إصدار تحديثة من تضمن هذه اللعبة. هناك دائما شيء جديد داخل تطورات اللعبة وتحدياتها، سواء كان تحدي يومي جديد أو تحديث موسمي للعبة. هذه الأخيرة مجانية وهي لعبة تسابق ممتعة للغاية على الآيفون، ورغم إصدارها منذ فترة من الوقت هناك العديد من التحديثات الأخيرة لكي تجعلها مفضلة على الدوام. لعبة بيكس وان وورد 4 جرى تحديثها بألغة جديدة بانتظام حتى لا تصبح قديمة مملة واللعبة لا تحتاج إلى تسجيل. بيك وان وورد 4 هي لعبة ممتعة ومجانية لألغى الصور مناسبة لجميع الأعمار، واللعبة كتعتمد على عرض أربع صور على اللاعبين لمحاولة تخمين الكلمة اللي كتربط جميع الصور. فاللعبة أصعب لعبة متاحة وهي لعبة مشوقة للغاية، ويمكن استخدامها كوسيلة لتعلم مفردات اللغة بالنسبة للأطفال. لعبة ألفا بير واحدة من أفضل ألعاب الآيفون المجانية واللي كتدور حول حل ألغاز البازل. هذه اللعبة تتطلب استخدام ذكائك ومهارتك لحل معادلات الكلمات المختلفة والموجودة في اللعبة بأكملها، فكل ما زاد عدد الدبابة لديك في اللعبة كتحصل على المزيد من الطاقة اللي كتساعدك على التغلب على العقبات المختلفة. هي لعبة ممرات غير منتهية وواحدة من أفضل الألعاب المجانية للآيفون، بحيث كتطلب منك توجيه الدجاج عبر طرق مختلفة دون تحطم أو افتراسها من قبل النسر. الهدف الأساسي من هذه اللعبة هو عبور طرق ومسارات وأنهار مختلفة دون الاصطدام بحواجز. هي من بين أفضل ألعاب الاستراتيجية والمجانية للآيفون، فهذه اللعبة تمكنك بقيادة أتباعك نحو مراحل أكثر اختراراً. أثناء نمو قريتك يمكن لك كسب المزيد من النقاط من خلال مستويات مختلفة من اللعبة. And of course, help facilitate how we build a brighter future together underground. You are near, just like me. They love you. إذا كنت كتبحث عن واحدة من أفضل ألعاب الآيباد المجانية فيمكن لك الاستئناس بأنجري بيردز، فبالرغم من وجود العديد من الإصدارات المختلفة فاللعبة أحدثت ثورة في صناعة الألعاب. في تفاصيل اللعبة يجب عليك ملاحقة الخنازير. هنا كنكون وصلنا لنهاية الحلقة، كنتمنى تكون نالت إعجابكم. الحلقة المقبلة غادي تكون على أفضل ألعاب الذكاء، تابعونا الأربعاء المقبل على نفس الساعة، وما تنسوش تابعونا أيضا على فيسبوك وإنستغرام وتابعونا فلاشين يوتيوب باش توصلوا بجديد الجيمين. إلى اللقاء.